السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلابي الأعزاء، ده يعتبر الفيديو التاني بتاعي في مادة الميديسينال كيمستري. في الفيديو الأولاني أنا كنت قلت لكم إن إحنا هندرس حاجة اسمها الكيموثيرابيوتيك ايجنتس، وعرفنا يعني إيه كلمة كيموثيرابيوتيك ايجنتس، وعرفنا إيه الفرق ما بين الأنتي مايكروبيال والأنتيبيوتكس، وقسمنا الأنتيبيوتكس على أساس إذا كانت هي بتموت ولا بتوقف نمو البكتيريا إلى سايدالوستاتيك، وقسمنا الأنتيبيوتيك على أساس الميكانيزم أوف أكشن. وكنا قلنا ان اول ميكانيزم اوف اكشن ان احنا هنبدا ندرس المضادات الحيويه اللي بتستخدم في انها تقتل البكتيريا لان هي سايدل، عن طريق انها تمنع تخليق السيل وول او بتاثر على السيل وول بتاع البكتيريا. وكنا قلنا عليها انها هتبقى الايديال انتي بايوتيك على اساس انها بتاثر على تارجت موجود في البكتيريا بس مش موجود في الانسان. فاول نوع من انواع الانتيبيوتكس اللي انا هتكلم عليها اسمها البيتا لاكتام انتيبيوتكس. في الاول عايزين نعرف يعني ايه كلمه بيتا لاكتام. شايفين الرنج ده، دي كده اسمها البيتا لاكتام، اللي هي عباره عن فور سايكليك رينج فيها ان، وبنسميها ازيتيدين 2 اون. هقول لكم دلوقتي حالا اهو، تعالوا نشوف مع بعض اهي. ادي معنى كلمه البيتا لاكتام انتيبيوتك. قلنا ان هي لازم يبقى موجود فيها، بنقول عليها strained، وهفهمكم يعني ايه كلمه strained دي كمان شويه. بنقول عليها ايه؟ strained. strained يعني ايه؟ هنفهم دلوقتي. four membered cyclic amide. يعني ايه cyclic amide؟ قال لا، ما انتوا عارفين يا جماعه ان ال NHC double bond O دي كده اسمها amide، وهي موجوده في صوره cyclic، يبقى اسمها cyclic ايه؟ amide. بنسميها الازيتيدين 2 اون. اشمعنى؟ عشان انا برقم من هنا، هقول ادي رقم واحد وادي رقم اتنين، يبقى يعتبر ازيتيدين 2 اون. 2 اون، تمام. طيب دايما البيتا لاكتام رينج دي بتبقى فيوزد مع اذر رينج. الرينج الثانيه اللي هي بتدوب فيها دي، يا اما تكون حلقه خماسيه زي ما احنا شايفين كده اسمها السايازوليدين رينج، وفي الوقت ده بيبقى البنسلينز، والنيوكليوس دي كلها كده على بعضها اسمها بنام. طيب لو في دبل بوند فيها يبقى اسمها بنيم، تمام. طيب او الحلقه الرباعيه هي اللي هي البيتا لاكتام رينج، تبقى ماسكه في حلقه سداسيه اسمها داي هيدروسايازين رينج، ويبقى اسمها، شايفين فيها دبل بوند اهي، يبقى اسمها سيفيم. طب لو شلت منها الدبل بوند دي يبقى اسمها سيفام، تمام. دي كده هتبقى النيوكلياس بتاعه البنسلين كلها، ودي كده هتبقى النيوكلياس بتاعه السيفالوسبورينز كلها. ده الكلام اللي بنقوله اهو. ان انواع البيتا لاكتام، على فكره انواع البيتا لاكتام انتي بايوتيك هي في منها كلاسيكال وفي منها نون كلاسيكال. الاثنين دول كده اسمهم كلاسيكال، كلاسيكال بيتا لاكتام اللي هم البنسلين والسيفالو سبورنز، وفي بعض النون كلاسيكال بيتا لاكتام انتي بايوتيك هنبقى نتكلم عليها بالتفصيل. طيب وقلنا ان في ديفرنت كلاسز، تعالوا بقى نفهم مع بعض، ركزوا بقى معايا. احنا اتفقنا مع بعض ان هي كده حلقه ايه؟ حلقه البيتا لاكتام رينج ماسكه، ثواني عشان اشاور لكم كده، حلقه البيتا لاكتام رينج اهي ماسكه مع حلقه خماسيه، واتفقنا مع بعض ان الحلقه الخماسيه دي ما دام ما فيهاش دبل بوند يبقى اسمها بنام، لو فيها دبل بوند يبقى اسمها بنيم. حلو قوي. طب افرضوا يا جماعه ان انا عملت حاجه جديده، شلت الاس دي وخليتها او، يبقى اسمها اوكزا بنام. طب لو خليت فيها دبل بوند يبقى اسمها اوكزا بنيم. شاطرين. طيب افرضوا ان انا شلت الاس دي وحطيت مكانها ايه؟ وحطيت مكانها سي، يبقى اسمها كاربا بنام لو ما فيش الدبل بوند. طيب ولو فيها الدبل بوند يبقى اسمها كاربا بنيم. برافو عليكم. طيب نفس الكلام هنا، لو انا شلت الاس ده اهي وحطيت او، يبقى اسمها اوكزا سيفيم. طيب شلت الاس دي وخليتها سي، يبقى اسمها كاربا سيفيم. تعالوا نشوف كده مع بعض. بقول لكم اهو الديفرنت كلاسز بتاع البيتا لاكتام. لو هي بتتكون من رينج بس كده، بيتا لاكتام رينج فقط، وطالع منها شويه سايد تشينز كده، بنسميها مونو باكتام. مونو باكتام على اساس انها موجود فيها مونو يعني واحده، وباكتام يعني موجود فيها البيتا لاكتام رينج بس. طيب تعالوا بقى مين شاطر يقول معايا، ها دي قبل ما نشوف اسمها كده، دي اللي احنا بنقول عليها بنام ولا بنيم؟ يلا يا شطار قولوا معايا، دي نقول عليها بنام ولا بنيم؟ شايفين موجود فيها دبل بوند، يبقى اسمها ايه؟ اسمها، ها اسمها
بنيم، بنيم عشان موجود فيها الدبل ايه، الدبل بوند دي ما تنسوش. طيب دي هسميها ايه قبل ما نشوف الاسم؟ ها اوكزا بنيم، اوكزا اهي، اوكزا بنيم، نشوفها تاني اوكزا بنيم عشان وجود الدبل ايه، الدبل بوند. طيب اللي بعدها تعالوا نشوف دي بقى فيها كربون اهي، صح، كلام جميل، كربون، شلت الاس وحطيت كربون وفيها دبل بوند، يبقى اسمها كاربا بنيم، كاربا بنيم. طيب دي بقى اسمها بنام عشان ما فيهاش دبل بوند. طب فيها او وبنام، هي المفروض اسمها اوكزا بنام بس احنا ساعات بنقول عليها كلافام، بنقول عليها ايه، كلافام اهو. اوعوا تنسوا ان الاوكزا بنام هي هيها مين، الكلافام، اوكزا بنام عشان ما فيش دبل بوند يبقى اسمها الايه، الكلافام. طيب تعالوا بقى نطبق نفس الكلام ده على مين، على الحلقه السداسيه. يلا مين شاطر يقول معايا؟ دي العادية خالص هي فيها دبل بوند يبقى اسمها سيفيم. طب شلت الاس وحطيت او يبقى اسمها مين هيقول؟ يبقى اسمها اوكزا سيفيم اكيد. اهو تعالوا نشوف اهو، اوكزا سيفيم عشان شلت الايه الاس وحطيت او. طيب شلت الاس وحطيت ايه في اللي بعدها؟ مين يقول معايا؟ شلت الاس وحطيت سي يبقى اسمها كاربا سيفيم. طب انا لو شلت الدبل بوند دي يبقى اسمها كاربا سيفام. طيب اعمل لكم زي اختبار كده بسيط، يلا مين شاطر يقول معايا دي اسمها ايه؟ يلا قولوا لي كده، مش بيتا لاكتام رينج ماسكه مع حلقه خماسيه والاس متشاله ومحطوط مكانها مين؟ الاس متشاله ومحطوط مكانها سي، يبقى اسمها كاربا بنيم، كاربا بنيم. طب ودي؟ قال لا ده دي البنام العاديه، صح؟ مش دي البنام العادية؟ طيب ودي اسمها بنيم، اسمها بنيم. طيب ودي تعالوا نشوف، الله ده دي بقى ايه، اوكزا بنام اللي هي كان اسمها ايه، الاوكزا بنام دي اللي لسه قايل لكم اللي هي اسم تاني، اسمها كلافام، اوكزا اوكزا بنام اللي هي مين، الكلافام. هنا تاني اس اهي وبنيم، يبقى دي كده كلها اسمها بنيم. طب ودي كده ما فيش فيها الدبل بوند، هنا دي فيها دبل بوند، دي ما فيش فيها دبل بوند يبقى اسمها بنام. طيب ودي قلنا فيها كاربون اهي وفيها دبل بوند يبقى اسمها كاربا بنيم، شاطرين. طيب تعالوا نشوف اللي تحتها دي، ها دي الحلقه الايه بقى السداسيه اللي هي الداي هيدروسايزين رينج وفيها دبل بوند يبقى اسمها سيفيم. قال لا 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 ده انا شايل الاس وحاطط سي يبقى اسمها كاربا سيفيم، برافو عليكم. طب دي بقى دي اسمها سفام، اسمها الايه، السفام وما فيش فيها الدبل بوند. طيب دي اسمها المونوباكتام او البيتا لاكتام. طيب دي هنقول عليها ايه، اوكزا، اوكزا اهي سيفيم، اوكزا سيفيم. والفيديو الجاي ابدا اكلمكم عن اول نوع من الانتي بايوتكس هنبدا نتكلم عليه اللي هي البنسيلينز، وده يعتبر واحد من الكلاسيكال بيتا لاكتام انتي بايوتكس، ونكمل مع بعض الفيديو الجاي.